ستاسيون ديبوراسيون اجنبي اخر صيني او شركتين هما شركه طبعا اس دي ام وشركه كامسيو هذه شركتين العالميتين هما الاخرتين فيما يخص التكنولوجيا المتطوره جدا في معالجه الحديد او في ولايه العام حطوا الرحال عندنا مع السيد مع المدير العام طبعا شركه فيراد مجمع فيراد وطبعا هذا في اجراءات جديده لمصنع اخر ومعالجه اخرى والحمد لله اليوم عرضنا لهم يعني كل الامكانيات المتوفره والمتعه في هذه الولايه اول شيء هو الوفره تاع العقار وهذا حوالي 500 هكتار راهي جاهزه لهذا المصنع كذلك الوفره تاع المياه بالاضافه الى وجود يعني السكه الحديديه ووجود الطاقه لان فيها محطه تاع توليد طاقه 1200 ميجا وات بالاضافه الى طبعا الغاز الطبيعي لان اليوم فيها اليوم جي بي دي اف يمر على الانبوب على مستوى ولايه نعبه بعض كيلومترات فقط حوالي 17 كيلومتر هذه كلها مؤهلات بالاضافه الى وجود طبعا مطار بولايه النعامه وجود كل المؤهلات الضروريه احنا اليوم الوجود تاعنا مع كل الاخوه التقنيين والساده المدراء والخبراء اللي جاوا مع هذه الشركات حوالي 14 فرد في هذه الخرجه اليوم طبعا نقول بكل صراحه الولايه تاعنا راهي مستعده ما تقدم كل التسهيلات وكل الامكانيات باه نجسد هذا المشروع اللي هو مشروع عام وهام جدا ليرجع بالفائده على الجزائر بصفه عامه ما نقولش ولايه نعمه للجزائر ككل وهذا المشروع نقول احنا نقول الولايه في امس حاجه عليه لان اليوم عدد مناصب الشغل مرتفعه جدا ونعرف الولايه كانت تعاني بالبطاله وكذلك اليوم القرب تاع الولايه تاعنا من طريق الوطني المزود الشرق غرب هذه كلها اللي عاون ايضا بالنسبه كذلك بالنسبه للقرب تاعها بالنسبه للتصدير كذلك كلها موجوده هذه عوامل تخلي المشروع ان شاء الله بيجسد على مستوى الولايه ان شاء الله. وف على امكانيات الولايه من ناحيه المنشات القاعديه وكذلك وفره الكهرباء الغاز الماء لتجسيد المشاريع نتاعنا ان شاء الله تمين غار جبيلات منجم غار جبيلات اللي هو يعتبر احد المشاريع الثلاثه المهيكله اللي يسعى مجمع سونارام ووزاره الطاقه والمناجم لتجسيدها ان شاء الله اليوم تلقينا يعني عن مؤخرا عرض من طرف هاتين الشركتين الصينيتين شركه اس دي ام وشركه كامسيو لبناء مصنع وتقنيه جديده لمعالجه خام حديد غار جبيلات اللي فيه نسبه من الفوسفور العاليه يعني هذه التقنيه ان شاء الله ستسمح لنا ان ننتج الصلب في ولايه النعامه ان شاء الله بهذه التقنيه يعني بتقنيه جديده تعتمد اساسا على استهلاك واستعمال الفحم عوض الغاز الطبيعي. Appreciate the effort by the Nama government for the preparation for the steel plant for future development of the plant, also for the city development. We can see now the power is ready, the transportation is very good, no matter it's to the port, to the airport, to the city, and to the neighboring cities, it's very good logistic route. Also the gas is ready, the power, water, everything is good. I can feel how strong support from the Nama government. And I believe with this steel plant construction, it will enhance the economic development of the Nama city, province. Also with Farah state-owned company with Chinese technology, and management experience, we are very much confident we can realize this project with support from Farah, from the government of Nama. Thank you. The SDM with Salamach come here to invest the steel condition. We find here have enough, very good infrastructure condition, same the power supplier, and water supplier, then to also have enough space. And in the future, we think we can build a very good advanced environmental steel plant. I think Nama prepared all the conditions for steel plant. It provide that water and also electrical capacity
also that road and airplane, also asking everything, I think is enough for built steel plant.